كعادة محافظة النجف الأشرف في استقبال الزائرين والضيوف الأكارم، استضافت محافظة النجف الأشرف المؤتمر الثاني على مستوى العراق لمكافحة المخدرات. استضافت أعضاء من مجلس النواب بحضور السيد رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية والسادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة النجف الأشرف، وأيضا الأجهزة الأمنية المختصة ومجلس القضاء لمناقشة هذه الظاهرة الخطيرة. بحمد الله سبحانه وتعالى كل الأخوة الأعزاء شاعرين بأهمية هذا الموضوع، ومن أجل أنه إجراء تعديلات على القانون الخاص بهذا الفقرة القانونية اللي تخص مكافحة المخدرات، وأيضا دعم أجهزتنا الأمنية في محافظة النجف الأشرف والمحافظات الأخرى، وأيضا التنسيق الأمني ما بين المحافظات. بصراحة تحدثنا عن أمور تخص القانون، وتحدثنا عن توفير الدعم اللازم لأجهزتنا الأمنية ولأجهزتنا الصحية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. نرحب بهم أجمل ترحيب، وإن شاء الله يكون مؤتمر ناجح ويخرج بمقررات تخدم هذه العملية، وأن تكون محافظة النجف سباقة لعقد مثل هذه المؤتمرات. ندعو كل أخواننا في البرلمان وفي الحكومة الاتحادية لإقامة مثل هكذا مؤتمرات لكل الملفات اللي تهم الدولة العراقية، باعتبار محافظة النجف محافظة أمينة ومستقرة، وهي ترحب بكل الفعاليات واحتضانها داخل محافظة النجف الأشرف. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حضرنا حقيقة المؤتمر الثاني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي انعقد في محافظة النجف الأشرف لمحافظات الفرات الأوسط اللي هي محافظة واسط وبابل والديوانية وكربلاء المقدسة، بحضور حقيقة ممثلي كل الجهات المعنية بداءا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الصحة والوزارات المعنية الأخرى لدراسة خطورة هذه الآفة الخطيرة لسبناء الإرهاب الصامت الذي دخل إلى بيوتنا بدون استئذان، وصل إلى أبنائنا وبناتنا في الطلاب المتوسطة والإعدادية والجامعات. ومع كل أسف تعرفون جنابكم كان سابقا العراق ممر المخدرات، اليوم مع الأسف أصبح من الدول المستهلكة للمخدرات. فاليوم واجبنا جميعا، واجب كل الحقيقة الأجهزة التنفيذية والإدارية والأمنية، وتكلمنا قلنا ابتداء من البيت الأعلى رأس هرمي الدولة العراقية. المحافظين أو المحافظين اليوم لهم حقيقة دور كبير جدا، لأنه السادة المحافظين هم رؤساء اللجان الأمنية والزراعية والصحية والتربوية وكل شيء. هو يعتبر رئيس وزراء في محافظته ولديه الصلاحيات الكاملة، فلذلك حقيقة دعم للسادة المحافظين ومتابعتهم لخطورة هذه الآفة، وأيضا في بناء المراكز الترفيهية والمراكز الصحية والمراكز العلاجية للمتعاطين والمدمنين، وأيضا متابعة الأمور من الناحية الوقائية. حقيقة يجب أن نكون وقائيين قبل أن نكون قضائيين. كل مؤسسات الدولة تدخل في أن نكون وقائيين، من ضمنها التربية والتعليم بإعداد المناهج لوصول أو كيفية وصول خطوات هذه الآفة إلى أبسط طالب موجود عندهم. كذلك الإعلام يلعب دور كبير جدا في إيصال خطورة هذه الآفة إلى أبسط عائلة عراقية. اليوم الحقيقة الأوقاف الوقف السني والشيعي لديهم الجوامع والحسينيات والمساجد، هذه آلاف المنابر، أيضا توضح خطورة هذه الآفة من الناحية الشرعية. وزارة الرياضة والشباب حقيقة إعداد المراكز الترفيهية إلى الشباب، وأنا حقيقة قبل كم يوم من أحدى منتديات الشباب وجهت رسالة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، واليوم عبر هذه المنابر الطيبة أيضا أوجهها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وإلى السادة المحافظين بالعراق كله، أنه اليوم يجب أن نكون وقائيين. اليوم لدينا منتديات حقيقة في كل الأقضية والنواحي على كل الوحدات الإدارية. ما هو الضير أنه دخل ثاني إذا كذا منتدى لا توجد لديهم كهرباء ولا تبريد وأبنية حقيقة تعبانة. اليوم أن حقيقة نحتضن شبابنا حتى ما يذهب إلى الكوفيهات أو أن يعاشر مع الشر السوء وينجرف بهذا ويتعاطى هذه الآفة الخطيرة جدا.
اليوم منتديات لها يجب أن تكون لها اهتمام من قبل السادة المحافظين والمعنيين بهذا الاتجاه، وأيضا المراكز الترفيهية الأخرى. أمور كثيرة حقيقة جدا اليوم ناقشناها في مؤتمرنا هذا، وخرجنا بالتوصيات إن شاء الله تعالى ستطبق، وإحنا بدورنا كمؤسسة تشريعية واجبنا أن نعدل قانون 50/2017 بما ينسجم وخطورة هذه الآفة الخطيرة حتى يطبق القانون بشكل صحيح، وأيضا نتابع ونراقب التوصيات التي تم التصويت عليها في مجلس النواب العراقي. مرة أخرى حقيقة نشكر السيد محافظ النجف والسيد رئيس المحافظة وكل أخوة العاملين فيها محافظتنا الثانية الشريفة الطيبة، وإن شاء الله من هذا المكان حقيقة ستكون هي بادرة الخير والأولى في يعني تنفيذ كل التوصيات التي تم التصويت عليها. أكيد مجلس المحافظة متمثلة يعني بالسادة الأعضاء وفي موازنة 24 سيتم الاهتمام ببناء هذه المراكز العلاجية، كذلك سيقوم مجلس المحافظة بتلبية طلب السيد رئيس اللجنة بتشكيل لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتضاف إلى اللجان الدائمة في مجلس المحافظة. كذلك تم التأكيد على إخواني التأكيد على أن فقط الإجراءات العقابية غير كافية، وإنما يجب الاهتمام وتحصين الشباب من خلال إيجاد فرص عمل لهم من خلال المشاريع الصغيرة من خلال القروض الميسرة، ويجب طالبنا إخواننا بمجلس النواب بالضغط على الحكومة الاتحادية بتوفير فرص عمل من خلال المشاريع الصغيرة والقروض الميسرة، لأن ما موجود حالياً من يعني عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا يكفي لسد احتياجات الشباب. الأهم من هذا كله هو تحصين الشباب، الشباب هم مادة هذا الخطر من خلال تحصينهم وإيجاد فرص عمل لهم ودعم المنتديات الشباب، بالإضافة إلى أمور أخرى بضرورة تشريع القانون وتعديله. وهذا المؤتمر اليوم اللي مثلت كل السلطات فيه ممثلين كل السلطات سواء التشريعية والتنفيذية والقضائية، هو تأكيد على إصرار هذه الجهات على الوقوف صفا واحدا بوجه هذا الخطر الذي يهدد العائلة العراقية والمجتمع العراقي ودول الجوار كذلك. شكرا جزيلا حقيقة على هذا السؤال المهم جدا، وقبل شوي طرحناه بأسلوب يعني عامي. اليوم يعني أنا كأب وين أذهب بابني أو بنتي إذا هم كانوا متعاطين؟ ترى جنابك العراق لديه يعني يقول العيب الشمات يعني هذه الأمور الأخرى. أولا القانون كفل المادة 40 من قانون 50/2017 كفل أنه كل من يذهب من تلقاء نفسه لتعاطي العلاج لا يسأل قانونا، هذا يعني رقم واحد. ثانيا أيضا تم الاتفاق قبل ما نعدل القانون مع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه الذي يمسك وهو متعاطي أو مدمن يذهب إلى المصحة الإجبارية ولا يسأل قانونا حتى ما يصير عليه قيد جنائي. نقطة مهمة جدا دائما نركز على الإعلام للأمانة، واستضافينا في لجنة تنسيق هيئة الاتصالات والإعلام العراقية في حينها، أيضا نوجه ندائنا من هاي المنابر الكريمة أنه تثقفون كل العوائل العراقية أنه اليوم يذهب إلى المصحة، أول يسجل اسم سري ما يسجل اسما يعني صريح، واثنين يذهب إلى طبيب نفساني وطبيب والأطباء الأخرى المختصين بالأمراض الأخرى لهذا الشخص، ويترقى العلاج ويترقى الحقيقة الألعاب الرياضية وكل أمور، ويخرج مشافة معافى. هذا أخذناه بنظر الاعتبار لأن اعتبرنا المتعاطي هو ضحية وليست وجود. أولا حقيقة موضوع يعني السجون واختلاط المتعاطي أو المدمن مع يعني خاصة المواقف، تجرب أول ما يأخذونه للموقف، فالموقف بالمتشاجر بحاد الدهش وهكذا، فاحنا عندنا مثل عام يقول الصاحب ساحب، بالتالي يمكن الناس اللي هم يعني غير متعاطي راح يصبح متعاطي، وكذلك المتعاطي عندما يختلط مع ناس اخرين راح يصبح تاجر، وهذا ايضا اعطاب كبره جدا. لذلك وتعرف السجون حقيقه يعني مسات كبيره جدا، زدنا السجون وفيها مافيات كبيره حتى نكون صريحين للاعلام وشعبنا العراقي. لذلك السيد رئيس الوزراء وجه للسادة المحافظين بتخصيص قطعة أرض 10 دونم في كل محافظة، ووجه وزارة الداخلية وزارة التخطيط بإعداد المخططات
الى مديريه مكافحه المخدرات في لفظه، وايضا موقف خاص للتجار، ومصحه اجباريه للمتعاطين والمدمنين، حتى ايش؟ حتى نقلل الزخم وقضيه يعني التزاحم مع الاخرين. هاي ايضا نقطه مهمه جدا، ترى سجوننا اليوم نفس السجون القديمه ومكتظه بكل الجرائم. فيعني حريصين جدا على انه يتم عزل المتعاطي والتاجر كلما على جهه اخرى. اولا موضوع التطور في قضية مكافحة المخدرات اللي شهدتها محافظة النجف الأشرف ما نقدر نعنى بصورة مستمرة وبصورة إعلامية للمحافظة على سرية المعلومة، ولكن منذ تسلمنا المحافظة لحد هذه اللحظة قامت قواتنا الأمنية في محافظة النجف بمداهمة أوكار المخدرات في المحافظات الأخرى. يعني كان من المفترض أن تصل المخدرات إلى محافظة النجف، قواتنا الأمنية ذهبت إلى المحافظات الأخرى وألقت القبض بأرقام مهولة، ولكن إحنا ما نقدر نعلن هذا الشيء حفاظا على سرية المعلومة وحفاظا على سمعة محافظة النجف الأشرف. وهنالك اجتماعات دورية وبصورة مستمرة للجنة الأمنية العليا، مثل ما يعرفون السادة النواب وحضراتكم تعرفون أنه مكافحة المخدرات لا تختص بجهاز أمني واحد، كل الأجهزة الأمنية هي واحدة من واجباتها وعملها هي مكافحة المخدرات. هنالك تنسيق عالي ما بين أجهزتنا داخل محافظة النجف والمحافظات الأخرى للقضاء على هذا الملف الخطير. محافظة النجف الأشرف بدأت تتطور تطور إيجابي في مكافحة هذا الملف، والآن حتى يعني التضييق اللي صار يعني خلانا نوصل إلى مراحل متقدمة. من يقدر نعلن هذا الشيء بسبب الحساسيات الأمنية؟ أجاوبك. بالنسبة إلى المواقف، محافظة النجف الأشرف عندها موقف تسفيرات سوف ينجز قريبا من موازنة المحافظة. محافظة النجف دعمت وزارة الداخلية بعشرة منشآت حيوية من أموال المحافظة، من تخصيصات المحافظة، من أجل مساعدة الأجهزة الأمنية للحد من مختلف الجرائم ومساعدة القواتنا الأمنية. أيضا السجن المركزي قريب الافتتاح إن شاء الله، وراح يشرفنا وزير العدل. إحنا كمحافظة وفرنا له كهرباء، وفرنا له بعض الأمور اللازمة، وهذا راح يعزل المجرمين ويعزل عن المتعاطين عن غيرها من الأصناف اللي تفضل جنابك. مكافحة المخدرات يحتاج لوقت، يحتاج لإرادة، وبصراحة أمام اللجنة من الأخوة السادة النواب والسيد رئيس المجلس وكل الأخوة المختصين والسيد أعضاء مجلس محافظة، أشكر قنواتنا الإعلامية بصراحة يعني مواكبين ومتابعين وعدهم خدمة النجف ومكافحة المخدرات، ودائما هم يعني من ينشرون الطمأنينة داخل المحافظة. نحن حقيقة اليوم مع كل أسف لدينا أكثر من 300 تاجر دولي، وهذا مؤشر خطير جدا للأمانة. لذلك تعديل قانون 50/2017 أتانا برئاسة الجمهورية وبرئاسة الوزراء ولجنة مكافحة المخدرات مع الأخوة في اللجنة القانونية مثلكم الأستاذ محمد، والأخوة في لجنة الصحة ولجنة الأمن والدفاع حقيقة مشتركين سوية لتعديل هذا القانون. وضمن القانون يعني ياخذ 3 مراحل رئيسيه حتكون جنابكم كاعلاميين. المرحله الاولى وقائي تبنينا بها جدا يعني مثل ما حسيتكم الان نموذج، والمرحله الثانيه هو صحي زياد يعني انشاء المراكز الصحيه للعلاج المدمنين، والمرحله الثالثه يعني نفس القانون هو القضائي. من ضمن الامور القضائيه هو تغليظ العقوبه خاصه على التجار والتجار الدوليين وكل من ضمن حسب يعني حتى خلينا عقوبه الاعدام شلنا حتى المؤبد من هذه العقوبة حتكون جنابكم على بين الموضوع. أما الجرائم الأخرى المخدرات هو حسب يعني طبيعة الجرم اللي يقوم به يطلق الأمر إلى القضاء، أيضا حددناهم بمدد بالحكم. فذلك على الله يسيرا. يتفضل الآن محافظ النجف الأشرف الأستاذ المهندس. بك وانحر نشاني أذوق المن فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على افتتاح فعاليات هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا
لنجتمع في هذه القاعة لولا دماء أريقت وأرواح قدمت على طبق من شيء الله.